اعلام السيسي بقاله يومين ثلاثه شغال يقول لك اعلام الاخوان بيفبرك المظاهرات، وجايبين مظاهرات من 2013 ومظاهرات مفبركه ومركبين صوت في الوقت نفسه هم اللي بيفبركوا. مره واحده كده طلع فيديو وتسريب تحت عنوان الحق تسريب لايمن نور. البدايه كانت على قناه الحياه بعرض تسريب لايمن نور وهو يتحدث عن خيبه امله في مظاهرات 20 سبتمبر وفشلها. مره واحده اللجان الالكترونيه خدوا التسريب واتنشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، الحق ايمن نور زعلان وايمن نور بيتكلم عن فشله والمظاهرات فشلت والحق فلوسهم راحت على الارض. بعدها بشويه بعد اذاعته على قناه الحياه تم اذاعه نفس التسريب على قناه اكسترا نيوز، ومعظم الحسابات الرسميه للاعلاميين بتوع النظام نشروا هذا التسريب. يعني في العاده كده لما بتنشر قناه الحياه تسريب او قناه اكسترا نيوز ما تلاقيش التسريب منشور على صفحه اعلامي في صدى البلد، لكن لان التسريب جاي لهم من فوق، جاي لهم من المخابرات او جاي لهم من النظام، وقالوا لهم خدوا ده اشتغلوا عليه بالموبايل السامسونج. فلقينا احمد موسى نشر التسريب بتاع قناه الحياه وقناه اكسترا نيوز على صفحته وعلى برنامجه وعلى مسؤوليته. خلينا كده الاول نبدا بالتسريب. يعني انا مش هتكلم، هعرض لكم التسريب زي ما تم عرضه في عند محمد مصطفى شردي وعلى قناه الحياه وعلى اكسترا نيوز وعلى صفحه احمد موسى. اتفرجوا الاول على التسريب ونرجع نقول لكم ايه اصل التسريب وازاي بيتم فبركه هذه التسريبات وازاي بيتم الضحك على بعض المواطنين اللي ما عادش بيصدقوا كلام الاعلام المصري. اتفرجوا الاول على التسريب. التسجيل اللي حضراتكم هتسمعوه دلوقتي دون لايمن نور بيكلم احد القيادات الاخوانيه. انا هسمعكم التسجيل لو سمحت نسمعه علشان نشوف ايمن نور بيكلم مين وبيتكلم ازاي وبيتفقوا على مصر ازاي. يعني عايز اقول لك في لبنان الحاله عظيمه جدا، لكن الحقيقه هي نكسه يعني او هي هزيمه. احنا للاسف كلنا حاسين نفس الاحساس ده يا دكتور والله. يعني بس يعني احنا كنا بقى فتره بنحاول وبنجهز وبنعد والدعم موصول وعمالين نتواصل مع محمد علي والناس بتوعنا ولازم نعمل ولازم نعوض الاخفاق اللي كان حصل عندنا في سبتمبر عشان نعمل حاجه كويسه في يناير ونحفز الناس. بس للاسف مش عارف ايه اللي للاسف لاول مره اشعر ان انا في حاله حزن، خيبه امل وصدمه. طيب عايزين نشوفه بقى في نفس الفيديو في مكان تاني اكسترا نيوز بقى ونشوف التدليس والعبث. وامبارح عاملين ترندات على قطه ومش المرشد والكلام ده كله، لعبه حقيره قوي. احنا في الاخر يا جماعه لما بنجيب لكم تسريب بنجيب لكم تسريب حقيقي من عفوا يعني من مكاتبهم مصارينهم من جوه. يعني لكن التدليس ده الرخيص ده ملوش اي لازمه. نشاهد. يعني عايز اقول لك في لبنان الحاله عظيمه جدا، لكن الحقيقه هي نكسه يعني او هي هزيمه. احنا للاسف كلنا حاسين نفس الاحساس ده يا دكتور والله. يعني بس يعني احنا كنا بقى فتره بنحاول وبنجهز وبنعد والدعم موصول وعمالين نتواصل مع محمد علي والناس بتوعنا ولازم نعمل ولازم نعوض الاخفاق اللي كان حصل عندنا في سبتمبر عشان نعمل حاجه كويسه في يناير ونحفز الناس. بس للاسف مش عارف ايه اللي للاسف لاول مره اشعر ان انا في حاله حزن، خيبة امل وصدمه. كنت بقول لك يعني الشارع او نعمل مظاهره او نعمل فعاليه. اتفرجتوا على التسريب وشفتوه على مع شردي وعلى قناه اكسترا نيوز وعلى صفحه عمرو موسى وعلى الحسابات احمد موسى وعلى حسابات اللجان الالكترونيه لعبد الفتاح السيسي. قبل ما اعرض لكم اصل الفيديو حتى هم بيفبركوا يعني متآمر وغبي. في جزء من الفيديو بيقول لك هيعتزل. طب ما محمد علي كان هيعتزل السنة اللي فاتت مش السنة دي. خلينا بقى نعرض لكم أصل الفيديو والحقيقة وتعرف إن أصلاً ده مش تسريب. أقول لك تسريب. الفيديو ده كان لقاء
متلفز، أجرته قناة الحوار الدكتور عزام التميمي مع الدكتور أيمن نور، وتم عرض هذا اللقاء قبل شهور وموجود على يوتيوب وموجود على فيسبوك. اتفرجوا طيب على الفيديو قبل ما يتم تقطيعه بقى كده وايه وتأييفه بقى وتظبيطه كده ويدخلوا صوت واحد كأنه بيكلمه. اتفرجوا على الفيديو. يعني عايز اقول لك في لبنان الحاله عظيمه جدا. لكن الحقيقه هي نكسه يعني او هي هزيمه. احنا للاسف كلنا حاسين نفس الاحساس ده يا دكتور والله. يعني بس يعني احنا كنا بقى فتره بنحاول وبنجهز وبنعد والدعم موصول وعمالين نتواصل مع محمد علي والناس بتوعنا ولازم نعمل ولازم نعوض الاخفاق اللي كان حصل عندنا في سبتمبر عشان نعمل حاجه كويسه في يناير ونحفز الناس. بس للاسف مش عارف اللي للاسف لاول مره اشعر اننا في حاله حزن. خيبة أمل وصدمة. كنت بقول لك يعني الشارع أو نعمل مظاهرة أو نعمل فعالية. ولكن اكتشفوا حجم الكارثة. يا دكتور والله حضرتك انت ما قصرتش يعني انت ربنا يعلم الفترة. يا جماعة يعني احنا هنا مسكناكم كده لمؤاخذة، يعني لمؤاخذة متلبسين وحاجة قبيحة قوي، ودي بقى تستحق انها تبقى ترند ومستحق ان احنا نقول لشوية الأفاقين الموالسين المجرمين الكذابين اعملوا شغل نظيف، اتعبوا شوية على شغلكم، مش جايب لي حوار ومقطعه وملزقه وجايب واحد مين الواد اللي طالع ده وعمل نفسه ان هو بيتكلم الدكتور أيمن نور. يا شويه افاقين وكذابين، عمر ما يعني ربنا ينتعكم بالسلامه من المستنقع اللي انتوا فيه ده بهذا الانحطاط. عايز اقول حاجه اخيره عشان بيقولوا لي ما عادش في وقت. يا محمد يا شردي لو عندك كرامه ما تطلعش تاني على الشاشه. ابوك كان محترم. لو عندك كرامه. ابوك مصطفى شردي ده كان عملاق. لو عندك ذره كرامه وذره يعني حفاظ على نفسك. والقنوات الحقيره اللي فات الكلام ده كداب بالشكل ده. لا لا لا، قناه اكسترا نيوز لو عندكم ذره كرامه وذره مهنيه وذره اعلاميه اعلام تطلعوا تعتذروا بس احنا سكتنا كتير. احمد موسى لو عندك ذره كرامه تطلع تعتذر على هذه الفبركه المفضوحه اللي ما عملهاش عيل في ابتدائي. عيب. بلاغ لسامة هيكل ونشأة الديهي والمجلس الأعلى للإعلام. عايزين لو سمحتوا تحقيق هنا في فبركة وفي قلة أدب وفي خسة وفي ندالة وفي عدم مهنية وعدم موضوعية وحاجة تضرب مصداقية الإعلام المصري كله. إيه يا جماعة الكلام ده؟ ده واضح إن امبارح أيضاً الفبركة بتاعت امبارح والمرشد والقطة كانت محور تاني مع في مكتب أحد المكاتب الأمنية، وفي الآخر عايزين تلبسوها للإخوان.